مرحبا بكم في ملخص موجزات جامعة العيون لسنة 2018. مدينة العيون عاصمة الأقاليم الجنوبية للمملكة، جوهرة الصحراء. سنة بعد سنة تشهد مدينة العيون نهضة تنموية كبيرة على جميع المستويات وبكل المجالات. سنة 2018 تغادرنا وتترك لنا زخما من المشاريع والمنجزات التنموية المهمة والمميزة التي تعنى بالمواطن بشكل خاص. فقد قامت جماعة العيون بتدشين حزمة من المشاريع التنموية خلال سنة 2018، أبرزها المجازر الجماعية، مشروع ضخم بمعايير دولية وباعتماد وطني، تعتبر الثانية على المستوى الوطني والأولى بالجهات الجنوبية الثلاث للمملكة. سوق السمك الجديد حي الفرح، صرح تجاري مميز يتوفر على أحدث التقنيات والتجهيزات المسخرة للباعة بالمجان، ويوفر أفضل الخدمات وأجود أنواع السمك للمستهلك. مقبرة الرحمة شيدت على مساحة 40 هكتارا، وتعتبر المقبرة الوحيدة المعتمدة بمدينة العيون، تم بها مراعاة كل الشروط والمعايير الإسلامية لدفن أمواتنا. وتوسيع للقاعدة الرياضية بالمدينة، وتماشيا مع استراتيجية جماعة العيون الرامية إلى تفعيل أهداف التنمية ودعم قيم المواطن الحق بمختلف المنشآت الرياضية، تم تدشين مركب حي الوفاق، صرح رياضي مميز يتوفر على مسبح دافئ مغطى مفتوح لعموم الساكنة بالمجان، قاعة مغطاة، آلات رياضية وملاعب للقرب. كما قامت جماعة العيون بتدشين ملعب للقرب بحي المسيرة وملعب للقرب بالحي الحسنية، ينضافان إلى مجموع ملاعب القرب الموزعة بكافة أحياء المدينة. كما قامت جماعة العيون بعقد شراكة ناجعة مع نادي أسي ميلان الإيطالي قصد التنقيب تكوين وتأهيل مواهب محلية. وفي إطار توسيع البقعة الخضراء بكل الأحياء، قامت جماعة العيون بتدشين كل من ساحة عمر بن الخطاب الكائنة بشارع عبد الكريم الخطابي، وساحة جدة بحي ولي العهد ديريدك. فبالإضافة إلى كل هذه المنجزات المميزة، قامت جماعة العيون بوضع الحجر الأساس لعدد من المشاريع خلال سنة 2018. وضع الحجر الأساس لمركز الأرشيف ومركز التكوين لفائز أبناء المقاومين. وضع حجر الأساس لبناء المركب الاجتماعي بالمجموعة السكنية 104 و 140. وضع الحجر الأساس لبناء المركب الاجتماعي بحي المسيرة. وضع الحجر الأساس لملاعب القرب بحي مولاي رشيد حي معطلة. وضع الحجر الأساس لمعالم داخل مدينة العيون. كما أطلقت جماعة العيون أشغال إعادة تهيئة قنوات الصرف الصحي بالمدينة، إضافة إلى إعادة هيكلة مجموعة من الشوارع والساحات العمومية، ساحة الوطاسين بمدار أم السعد، ساحة ابن بطوطة بحي لابوركو، ساحة الحرية بحي دوار المخزنية، ساحة خالد بن الوليد بحي مولاي رشيد، ساحة فاطمة الفهرية بحي ديريدك، ساحة حليمة السعدية بحي المطار. تهيئة الشوارع: تهيئة شارع مولاي يوسف، تهيئة شارع مولاي إسماعيل، تهيئة شارع 24 نوفمبر، تهيئة شارع القروان. مجهودات جبارة وحثيثة يقوم بها مكتب مجلس جماعة العيون من أجل إرضائكم وتحقيق رغباتكم. وفي إطار عمله الدؤوب والمتفاني في خدمة المواطن والمدينة، قام السيد مولاي حمد ولد الرشيد رئيس جامعة العيون بعقد مجموعة من الاجتماعات مع أطر وموظفي المجلس الجماعي لتتبع عمل المصالح الجماعية ومدى تفاعلها مع احتياجات المواطنين. كما قام السيد الرئيس باستقبال عدة وفود أجنبية من مختلف أنحاء العالم، تم خلال لقائه بهم
تقديم عروض هامة تبين المنجزات والمشاريع التي شهدتها مدينة العيون على جميع المستويات وبكل القطاعات التي تعنى بالمواطن. وقد شكلت هذه الزيارات فرصة للوفود للاطلاع عن قرب عن أجواء الأمن والاستقرار الذي يسود هذه الربع من المملكة، وعلى دور واختصاصات المجلس الجماعي في تدبير الشأن المحلي والمجهودات المبذولة لتعزيز البنية التحتية الأساسية بالمدينة والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتسريع وتيرة التنمية بهذه الأقاليم من خلال البرامج التنموية للأقاليم الجنوبية للمملكة. وفي إطار اعتماد سياسة القرب وإشراك المواطن في تدبير الشأن المحلي، استقبل السيد الرئيس مجموعة من المواطنين للإنصات لهمومهم وشكاياتهم وكذا اقتراحاتهم وعرضها على المصالح المعنية لحلها في حينها. كما تتبع السيد الرئيس كل الشكايات المتوصل بها عبر المواقع الرسمية لجماعة العيون، بحيث توصل المكتب منذ بداية سنة 2018 ما يناهز 1873 شكاية. عالج المكتب منها 1637 شكاية تدخل ضمن اختصاص جماعة العيون، في حين لم يتم التفاعل مع 236 شكاية نظرا لكونها خارج اختصاص جماعة العيون. إنما حققه ويحققه مجلس جماعة العيون للسكينة لا خير دليل على مدى صدقه ووفائه بوعده للمواطن. كونوا معنا فأنتم الحلقة الأهم التي من خلالها نحقق الآمال، التطلعات، الطموحات عبر تواصل يبقى لمدينة أرقى.